للسادة الفائزين بالرموز في هذا المساء. التوجه بعد نهاية هذا الشوط مباشرة لاستلام الرموز من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. إذن على السادة الفائزين برموز هذا المساء التوجه بعد هذا الشوط السادس مباشرة لمكاتب اللجنة لاستلام الرموز. أيها الأعزاء، الشوط السادس ينطلق والكلمة أحيلها للزميل العزيز سيف بن عمير الكتبي، أتمنى له التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم هذا بكل خير. نحييكم ونجدد لكم التحية من هنا، من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية، ضمن هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه. انطلق بحفظ الله ورعايته قبل لحظات مشاهدينا الأعزاء، متابعينا على الهواء مباشرة، شوطنا السادس هنا في هذا المساء الجميل، في مساء الرموز للثنايا الابكار والجعدان. هذا الشوط خصص لثنايا جعدان أبناء القبائل، أيضا المسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن هنا أيضا، وهذه السيارات التي وضعت وهذه الجوائز لهذا التجمع الخليجي المتميز. نسير إلى المقدمة وأرى اللي في المركز الأول هنا، شاهين عامر بن محمد بن عامر الجفالي النعيمي في مقدمة الشوط. ننتقل مباشرة إلى هنا مراكش، مراكش سمي تيمنا على مراكش في المغرب العربي، محفوظ بن خميس إلي نيبي المركز الثالث. المركز الثالث هنا التدخل من الحنيش، غلام بن موسى بن أحمد البلوشي يأتي ثالثا. ننتقل مباشرة أيها الإخوة إلى المركز الرابع، المركز الرابع هنا التدخل هنا من زعفران محمد بن علي بن سالم بن غصنة العامري، أيضا أتى متعنيا من مدينة العين للمشاركة في هذا الشوط. ننتقل هنا، هذه المركز الخامس اللي تدخل نجد علي بن محمد بن حمد بن قريع المري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، خمسة مراكز أولى. وأرى هناك شعارات لم تدخل عالم الإذاعة، هناك أيضا هناك شعارات وأسماء لم تدخل عالم الإذاعة يا بن بريك، من خلال هنا التجمع الجميل لأبناء الخليج، لأبناء الخليج هنا يتجمعون في ميدان الشحانية كما عودتنا دولة قطر بهذا المهرجان المتميز. شكرا لقطر حكومة وشعبا على هذا التجمع. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وأرى اللي في المركز الأول هنا التغيير، ولا لا زال اللي في المقدمة، لا زال اللي في المقدمة، لا زال شاهين عامر بن محمد بن عامر الجفالي النعيمي يلعب على أرضية ميدانه من خلال هذا التنافس الجميل المتميز. ننتقل مباشرة إلى الحنيش، الحنيش المركز الثاني، هنا المركز الثاني المظفر بغلاب بن موسى البلوشي يأتي في المركز الثاني. وأيضا هذه الجوائز أمامكم على شاشة التلفزيون الغالية الأثمان هنا تظهر على الشاشة لهذا المهرجان الغالي. شكرا لسيدي أمير البلاد، شكرا لسيدي أمير البلاد على هذا العطاء اللامحدود لهذه الرياضة. ننتقل إلى المركز الثالث من الجانب الآخر، أرى مراكش محفوظ بن خميس إلي نيبي يأتي في المركز الثالث، والزعيم العيناوي متواجد هنا، متواجد هنا تواجد صحيح ومتميز. المركز الرابع أصبح من نصيب
نجم علي بن محمد بن حمد بن قريح المري، المركز الخامس، المركز الخامس واول اذاعه له، اول اذاعه، اول اذاعه لمجد سلطان بن احمد بن عبيد بن سعيد بالكديد الفلاسي. هذه النتيجه ايها الاخوه، هذه نتيجتنا، هذه النتيجه من خلال هذا التجمع، من خلال هذا التنافس الجميل، من خلال هذه الأسماء، من خلال هذه المعارك هنا المتميزة التراثية المتميزة في ميدان التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، التغيير جرى، التغيير جرى وطرى. أيضا من شعار مظفر بن غلام، مظفر بن غلام بن البلوشي، الله الله الله، مظفر بن غلام البلوشي غير النتيجة مع الحنيش، الحنيش 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 غير النتيجة، خذ المركز الأول بكل قوة وبكل جدارة. ننتقل إلى المركز الثاني، هنا اللي تدخل في هذه اللحظات، اللي تدخل في هذه اللحظات مجد، مجد مجد مجد، هذا هو مجد، ويبغي مركز المجد، مركز المجد مع مجد اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات وغير النتيجة. مجد غير النتيجة، مجد سلطان بن أحمد بن عبيد بن كديدة الفلاسي غير النتيجة وخذ المركز الأول. ومن الجانب الآخر هناك أيضا نجد لعلي بن محمد بن حمد بن قريع المري والمركز الثالث، التدخل من الجانب الآخر. هناك غياث، غياث محمد بن غصاب بن سعيد بن خالص العامري، أول إذاعة له، أول إذاعة له في هذه اللحظات. المركز الرابع، هنا التدخل أيضا من الحنيش مظفر بن غلاب بن موسى بن أحمد البلوشي. والمركز الخامس، الخامس شاهين عامر بن محمد بن عامر الجفالي النعيمي. يا سلام يا سلام، لمن السيارة، لمن السيارة ولمن الزعفران ومن يمين السلامات هنا في هذا، في هذا اليوم وفي هذا الشوط، الشوط أشواط الثنايا، في أيام الثنايا، في أيام الثمانية، في أيام الكبار، في أيام الكبار، هنا هنا أيام، أيام جميلة نعيشها من خلال هذا المهرجان، من خلال هذه الانطلاقات الجميلة اللي عودنا بها أيضا ميدان الشحانية، هذا الميدان الذي دائما يسعى بما هو متحدث وجميل ومتميز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، نعود هنا غياث، غياث ويلبى الغيث، غياث محمد بن غصاب بن سعيد بن خالص العامري غير النتيجة، خذ المركز الأول. النقل التالي على المركز الثاني، هنا مجد سلطان بن أحمد بن عبيد بن سعيد بن كديدة الفلاسي، والمركز الثالث، الثالث الثالث الثالث، هذا هو اللي هو في المركز الثالث أيضا اللي هو نجد علي بن محمد بن حمد بن قريع المري. يلا يا بن قريع، الله الله الله، الحنيش مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي خذ المركز الرابع. المركز الخامس، تدخل من زعفران محمد بن علي بن سالم بن غصنة العامري. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة، ونحن وين؟ غادرنا لوحة الكيلومترين، غادرنا لوحة الكيلومترين، ولا زال الشوط بقيادة غياث. هذا هو غياث، غياث يأتي بالغيث الجميل، يأتي بالنواميس من كل حدب وصوب ليهدي مالكه. أيضا محمد بن غصاب بن سعيد بن خالص العامري أيضا يبغي يضيف لإنجاز جديد، ويبغي سلامات إلى أهالي وين؟ إلى أهالي السمحة، إلى أهالي السمحة. المركز الثاني هنا 28، هنا اللي هو شعار بكديدة، شعار بكديدة على ظهر مجد سلطان بن أحمد بكديدة الفلاسي، خذ المركز الثاني. المركز الثالث، الثالث الثالث وين؟ بنشوف، بنشوف الثالث. المركز الثالث أصبح من نصيب زعفران محمد بن علي بن سالم بن غصن العامري، ولكن نجد غير، غير نجد علي بن محمد بن قريع المري، أحد الشباب أيضا اللي دائما نعتزمه. شمطير وصل، شمطير وأول إذاعة، عيسى بن سيف بن أحمد بن سيف الرميثي وصل وأول إذاعة، اسم تراثي، شمطير، شمطير شلالة ظبيانية، شمطير متميز، شمطير يبغي يأتي بالناموس. انطلق شمطير، انطلق شمطير،
شمطير وبيطير شمطير إلى خط النهاية، ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الكيلو الأخير. غياث 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 محمد بن غصاب بن سعيد بن خالص العامري لا زال في المقدمة، ووصل شمطير، وصل شمطير، عطنا المركز الثاني. شمطير يا شمطير، شمطير خذ المركز الثاني، وافتتحنا الكيلو الأخير مع شمطير، وهذا هو شمطير، غير النتيجة، خذ المركز الأول شمطير لعيسى بن سيف بن أحمد بن سيف الرميفي، غير النتيجة، غير النتيجة، خذ المركز الأول بكل قوة وبكل جدارة، ولكن الملاحقة القوية، هنا الملاحقة من مجد سلطان بن أحمد بن حبيد بن سعيد بكديدة الفلاسي، أيضا غير بكديدة، غير بالكديدة مع مجد، وهالي جميرة يطالبونك يا بالكديدة، يطالبونك بسلام، سلام يا سلام، وسلام واحترام إلى جميرة وشواطيها، وللبالكديدة يزداهل، بالكديدة يزداهل على هذا الفوز، تهانينا والناموس على فوز مجد بالمركز الأول، وسلام الإمارات، سلام، سلام دولة الإمارات، سلام دبي، سلام دانة الدنيا، تهانينا والناموس للسيد سلطان بن أحمد بن عبيد بكديدة الفلاسي على هذا الفوز وهذا الإنجاز. المركز الثاني وصل فيه شمطير، وشمطير تعود ملكيته. عيسى بن سيف بن أحمد بن سيف رميل المركز الثالث، وصل فيها غياث محمد بن غصاب بن سعيد بن خالص العامري. المركز الرابع نجد لعلي بن محمد بن حمد بن قريح المري. المركز الخامس وصل فيه مبلش لسالم بن سيل بن خيرات العامري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس، تهانينا التوقيت الزمني ايضا نشوف التوقيت بن بريك 12 دقيقة 52 ثانية و 51 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مجد سلام المختبر سلام، وايضا تهانينا لمالكه اللي هو تهانينا لمالكة سلطان بن أحمد بن حبيد بكديدة الفلاسي. المركز الثاني وصل فيه شمطير، حيث أنه قطع المسافة في 12 دقيقة 54 61 جزء من الثانية. تهانينا لمالك شمطير عيسى بن سيف بن أحمد بن سيف الرميثي. والمركز الثالث غياث، حيث أنه قطع المسافة في زمنه وقدره 12 دقيقة 56 ثانية و80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك غياث محمد بن غصاب بن سعيد بن